حكمت المحكمة على المتهم هيرين بالسجن 24 عاما. هيرين عندك شي حاب تقوله؟ تفضل. اركد انت بالطلايب، انا راح اقرا رسالتك. سيادة القاضي، انا راح اقرا رسالة الكاتبة هيرين، اوكي؟ سيدي انا اسف، كفيلك الله لا قاصدها ولا شيء، وصارت هيك هوش الله برضى الله، ولا ادري بيها ولا يمها ولا بقربها. انا البنية اشوق بدرب صاحبي ماخذ للانتر حمراء. شنو هاش كاتب؟ قايم الجازجيت، قايم الجازجيت مالتها، وكله من ورا صاحب حميد. شنو هاي اشياء؟ حميد حموض، حميد حموض، صدق كذي فلافل هو هش هذا هم اسم. سيدي يا ريت تخفف الحكم، لا خفف شواربك وشكرا. شوف بابا، حتى اكون منصف وياك، رغم ادانتك العضروطيه، بس انا لو عندي بيت كان اعطيتك اياها. ما تطلع عيونك تطق بالقاع، مودم مو طبيعي. بس يعني هاي سوالفك ما يسويها المشنتر، اخذوه للسجن. شنو هالتربية الزفرة هاي؟ ها؟ ما تربيتي انت يا مربيش؟ قريب؟ ايش بيك عنيف؟ ولدي مسوي حادث تجي داخلك. ارقد لاحب استعلى عينك.